اللايبراري الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. محاضرة 7/12/2020 لمادة CS 210 وهي Object Oriented Programming لطلاب كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب بجامعة اليرموك. احنا اليوم باللايبراري الثالثة وهي المات بلوت. المات بلوت باختصار هي اللي بترسم القيم ونتائجها. فلو طبقنا هذا الأمر اللي هو بلوت X و Y بحيث انه X هي النقاط اللي على الإحداثي السيني الإكس مثلا من ناقص 5 إلى 5 وبتباعد معين، مثلا هون تباعد 1/10. كل واحدة بدنا صورتها من خلال الإكس تربيع، فبعطينا الرسمة المنحنى وبنقدر نحصل على أقل قيمة اللي هي الأف مينيمم باوند وطبقناها المرة الماضية. طب شو ظل معناته بما أنه أخذنا كل هاي الأمور؟ ظل عندنا أنه نعرف شو اللي بدنا نبعثه وشو اللي راح يوصل. طبعا حكينا بالبداية انه لازم احنا نستخدم المات بلوت بالشكل التالي بالهيدر مات بلوت لايبراري دوت بايثون بي واي بلوت از بي ال تي، وبعدين نروح نحكي يا بي ال تي ارسم لنا اكس وواي. بي ال تي دوت بلوت طبعا دوت بلوت، لاحظ البلوت اللي هو الرسام، ارسم لنا اكس واي. طب شو هي اكس وشو هي واي؟ كنا نبعث قيم اكس لفانكشن ويعطينا القيم. فلو قلنا مثلا ناقص 5 ناقص 3 0 وهون 1 وهون 3 وهون 4، حكينا أو نختصر منهم شوي، حكينا الواي أي قيم إحنا بدنا نبعثها أو بنبعثها لفانكشن، مثلا ناقص أو بلاش ناقص مثلا 5 وهون ناقص 3 خليها ناقص 4 وهون الصفر خليها ناقص 2 والواحد خليها مثلا 10 والأربعين مثلا ناقص 4 أو الأربعة ناقص 4 ناقص 4. راح يرسمها هو الرسام، رسمها، لاحظ رسمها كل نقطة وصورتها، كل نقطة وصورتها إكس وواي. لكن إحنا بدنا قيم حقيقية لفانكشن معين. الآن نقدر نحكي له بي ال تي دوت واي ليبل، وهاي القيم اللي هون مثلا بالواي ليبل لها صورة معينة، مثلا هون واي ليبل أي صورة، مثلا ممكن تكون سبيد سرعات ران، بعطينا الواي ليبل. مطلوب انه احنا نقول القيم هاي شو تمثل، تمثل السرعة مثلا، هاي مثلا تمثل المسافة، الاكس ليبل تمثل مثلا الديستانس. اكيد هذول الامثلة اللي احنا طرحناهم هم مش حقيقي، ولكن احنا على اساس نجرب الاوامر. الاكس ديستانس اللي هي هون الاكس بدل الواي، هون الاكس، الاكس قيم الاكس هي عبارة عن الديستانس المسافة والسرعة. طبعا عندنا امر جديد اللي هو بي ال تي دوت سيف فيجر، خزن الصورة اللي بتطلع، خزنها بملف مثلا ملف اسمه سامي فيجر، خلينا نعتبر انه دوت بي ان جي، بدك تحط الامتداد تاع الصورة. لو اطلعنا على المساحة الفاضية اللي هون بالديسكتوب هون مثلا ران، بنلاحظ انه رسم لنا الرسمة وخزنها على شكل صورة، بنقدر احنا ناخذها ونحطها بتقرير. هذا كل المطلوب تقريبا، احنا راح نراجع سلايدات ونشوف، هذا كل المطلوب مننا. فال بي ال تي البلوتر رسام متكامل معك بالبايثون، بتقدر ترسم اي متغير لمدرس الرياضيات ل وتعطيه الرسم اللي بده اياها، تكتب له الاكس واي زد زي ما بدك. هنا اذا بدك تودي له قيم وكل قيمه لها صوره مبعثره، وهنا اذا بدك تخزن الصوره نفس الشيء، خزننا الصوره احنا. ايوه السكاتر، الرسام الثاني السكاتر.
قبل ما نيجي على السكاتر، مين في عند السكاتر بيمثل كل نقطة مع المدى تاعها، كل نقطة بإكس مع المقابلها ب أستكس أو سكاترز. لو جينا على نفس المثال هذا حكينا له بدنا نمثلهم، بدنا نقيم الليبلز، أو لو خلينا الليبلز وقلنا له بدنا إياك سكاتر. شوف بعطينا إشي، أعطانا القيم نقطة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة، مثلهم نقطة ثنتين ثلاثة أربعة خمسة بدون ما يمد بيناتهم نقاط. هاي فكرة السكاتر، إنه بيمثل النقطة. لو حكينا له النقطة هاي الميكر الماركر، كأنه هيك تنكتب الماركر، رح نيجي عليها تساوي بدنا إياها عبارة عن نجمة، فمثلهم على شكل نجم. بدنا إياهم عبارة عن دائرة مفتوحة، الأوز صغيرة هاي برجع دوائر. بدنا إياهم عبارة عن إشارة اللي هي الأمبرساند هاي العلوية، بيعملهم مثلثات. وبدنا إياهم بكالر يساوي ريد أحمر، بيجي بلونهم باللون الأحمر. إذا فكرة السكاتر إنه بعطينا النقاط مبعثرات. طبعا خدمة السكاتر أقوى من ناحية رياضية، راح نأخذ تطبيق عليها الآن اللي هو الفاينات ستيس المرة الماضية اللي خدناها. طبعا على أساس نعرف إحنا نقاط كثيرة فهو ولد نقاط، وانتبهوا لهذا الأمر، هذا الأمر ضروري تنتبهوا له. لاحظوا كل لايبراريز هاي بطل يستخدمها، قال كل البايثون لاب لايبراري استخدمهم all import all. فبدل ما أنت تعطيه numpy dot random و blt.scatter و blt.save، بيجي بيستخدمهم as it is وكأنهم أوامر عندك موجودات دايركت بدون ما أنت تستخدم الاختصار. فهذا الأمر بدكم تنتبهوا له بالامتحانات، إذا كان موجود ما فيش داعي إحنا نكتب numpy.random. هاي run بيولدنا 20 نقطة، العشرين نقطة لهم إحداثيات X و Y، وبروح بمثلهم باستخدام الراندوم عشوائيا. عشوائيا بضربهم بتسعة بالعشرة مشان يطلعوا بين الصفر والواحد، تسعة بالعشرة مشان يطلعوا بين الصفر والواحد النقاط. النقطة إحداثيها X هالقد و Y هالقد، وبستخدم السكاتر. طبعا لو حكينا يا سكاتر انت روح اعملهم على شكل ماركر ويساوي هاي الإشارة العلوية اللي هي المثلث اللي بتعطينا المثلث، واعمل لونهم يا ماركر ريد، بين قوسين اختصار ريد، بيجي بيعملهم وبيعملهم عشوائيا مرة ثانية، بيجيب نقاط عشوائية وبيعملهم مرة ثالثة وهكذا. 20 بدل 20 مثلا 40، خلينا نكبر عدد النقاط، بيصير عندنا 40 نقطة بالحقل. هون في عندنا الأمر الجديد هذا البي لاب، كل البايثون لايبراري بدل ما أنت تكتب numpy dot بيكون هو بيجيبها تلقائي، بيقول لك numpy dot random، أنا بستخدمها random. لو ما استخدمت هذا الأمر بدك ترجع تستخدم import numpy import matplot import sciencepy import pandas. هذا الأمر بغنيك عن إنك تستخدم كل اللايبراريز هاي. هذا بالنسبة لأمر السكاتر، راح نقض عليك الآن موجودة بالسكاتر، إحنا ما غطيناهم شكل حجم فايل السكاتر بشكل عام كيف استخدمها. اللي بعديها هون بلش يحدد حجم الأريا والماركر. خلينا ناخذ الديمو كامل نطبقه ونشوف شو بيختلف شوي عن اللي احنا كنا نطبقه، احنا اخذنا تقليدي. فهون الاريا، هون استخدم البلوت دوت سكاتر اساس يحدد انه هون استخدم السكاتر. بالمنطقه هاي استخدم الساينس باي، ضربهن بعشرة وضربهن في باي، يعني معادله رياضيه معينه وربعهن. فلو اجينا على الرن تاعه 30 نقطه، حتى لاحظوا شكل الماركر وحجمها بيختلف من منطقة لأخرى حسب الاريا وحسب البعد
الثالث كأنه في بعد ثالث صار، في واحدة بعيدة للداخل، في واحدة بعيدة للخارج. هاي أحد الأمور اللي بتقدر أنت تستخدمها. آخر تطبيق راح نأخذه قبل ما نروح على البانداس اللي هو تطبيق الفاينايت ستيت. خلينا ندرس معادلة الفاينايت ستيت ونأخذ منكم أسئلة. معادلة الفاينايت ستيت هي معادلة رياضية، يعني إحنا شو بدنا نستفيد من السكاتر؟ فهي مثلنا به مثلا الفاينايت ستيت ميثود. راح نأخذ منك أسئلة يا محمد، اصبر علينا شوي. الآن الفاينايت ستيت إذا بتلاحظوا الإكزاكت سوليوشن إلها هي 29% في كوساين تي في الرقم هذا في ساين تي على تي. طب قديش تي؟ تي بحكي لك من 1 ل 6 100 قراءة. وصورهم بالإكزاكت. فأنت بدك تعمل فانكشن اسمه إكزاكت تكون في المعادلة هاي الجذر التربيعي لتي في الأرقام هذول، وتودي الأرقام من 0 إلى 6. طب كيف إحنا يا مدرس الرياضيات يا مثلا محمد جراح، نفرض أنه مدرس رياضيات لمادة الفاينايت ستيت، كيف بدنا نأمل لك إحنا أرقام 100 رقم من 0 إلى 6؟ شو في عندنا كان باللايبراري تبعت النمباي استخدمناه حتى إن نولد أرقام من 0 إلى 6؟ بنحكي استخدمنا اللاين سبيس. اللاين سبيس من 0 إلى 6 وبنقدر إحنا نولد بها أرقام اللاين سبيس بهاي الطريقة. فنيجي على الحل ونناقشه وبعدين نأخذ منكم أسئلة. هاي الحل كامل. إذن هو تطبيق المعادلة. لاحظ استخدم الماث، استخدم البي لاب مشان استخدم كل النمباي، استخدم النمباي كمان. هون جهز الفانكشن. الفانكشن اللي هو موجود هون، فانكشن ها اللي هو 29% في كوساين تي، 29% في كوساين تي، كلها هاي مجموعة مع واحد وإشي رقم هون 12 بالألف أو 12 بالعشر ألاف في ساين تي على جذر تي. هيها على جذر تي، إذا إنه شايفين المعادلة هي على جذر تي. لم نودي 100 قراءة. المئة قراءة بنقدر نولدهم باللاين سبيس، متذكرين أمر اللاين سبيس اللي أخذناه بالنمباي من 1 ل 6 بدنا نولد 100 قراءة، يعني 101 بنولد 100 قراءة، والمئة قراءة هذول منتظمات. واحد مثلا واحد بوينت كذا من وبالعشرة، لو جينا طبعنا تي هاي تي 1 لو جينا طبعناها بنلاحظ انها تحتوي على الارقام هذولا المئة رقم. منبلش بفور لوب لرينج بحيث انه منضيفهم على الاكس 2 القيم اللي بيجونا من الاكزاكت سوليوشن مشان احنا نوديهم على السكاتر. لاحظ السكاتر، السكاتر باخذ التي اللي هي المئة قراءة اللي ولدناهم من 1 إلى 6، والواي اللي هي القيم الراجعة من هون، وبقية السكاتر الميكر وغيره. فنعمل رن للفاينايت ستيت. هاي رن اعطانا شكلهم، لو غيرناهم لريد نفس الاشي. فاحنا استخدمنا السكاتر. هاي ريد لو غيرناهم لمثلثات نفس الاشي. طبعا مش راح يبينوا لانهم صغار كثير المثلثات. ستارز بجوز نجم يبينوا، نجم تقريبا. فهذا المقصود بدرس اليوم انه كيف احنا. الدرس الثاني البانداس. حقيقة البانداس هي الحلقة المفقودة بالعملية اللي قاعدين نشتغلها لغاية الآن. إحنا نفترض قيم عشوائية أو نكتب قيم بإيدنا اللي هي arbitrary input data، لكن إحنا بدنا نعمل تحليل لقيم حقيقية. وانتظرونا بنهاية الأسبوع هذا أو بداية الأسبوع القادم راح نودي لكم assignment project متكامل، داتا حقيقية لخلينا نقول لشعبة موجودة فيها 20 طالب. العشرين طالب علاماتهم مبعثرة في علامة الأولى والعلامة الثانية أو نسميها علامة الميد والفاينل. بدكم تقرؤوهم من إكسل فايل، علامات حقيقية وكانها علاماتكم يعني،
وسامي وجون ورافع وسوسن وغيرهم. فبالتالي بدك أنت تقرأ العلامات هاي، تقرأها من الشيت الأولى، تخزنها بالريز وتعمل عليها عمليات حسابية وترجع القيم وتخزنها داخل الإكسل فايل. فهون في عندنا أمرين بهذا السلايد، الأمر الأول بقرأ CSV فايل والأمر الثاني بقرأ الإكسل فايل. راح نطبق الأمر الأول بمحاضرتنا هاي ونكمل المرة الجاية. فهون الآن قراءتنا للمعلومات الحقيقية، فهم محاطين داتا حقيقية حقيقة، هم وهي الداتا حقيقية على أساس إحنا نطبق عليها المعادلات هاي. الداتا كثيرة بدنا نأخذ منها أول داتا، والداتا هاي راح تكون مفهومة اللي هي داتا. لاحظ في عندنا السالاريز، الفلايتس، الطيران، رحلات الطيران راح تلاحظ فيها آلاف الرحلات ومدة الرحلة ورقم الرحلة ونوع الطائرة ومش عارف إيش. السالاريز مثلاً، نزل السالاريز بجوز نفهمها أكثر. السالاريز إذا بتلاحظوا هي عبارة عن مدرسين في قسم واحد، أيها هون خزنها أنا. المدرسين هذول إذا بتلاحظوا كل واحد له رتبة، وموظفين عاديين يعني، بس إنها تقريبا تحاكي الواقع. هذا بروفيسور بالدرجة بي، صار له 56 سنة، حاصل على الدكتوراه، 49 سنة خدمته، جنسه ورواتبه السنوية، وهكذا إلى ما لا نهاية. حوالي كم؟ 78 مدرس. لأن هاي الداتا موجودة، طبعا لو كانت آلاف الداتا، آلاف الموظفين، تصور إنهم هم داتا مثلا لوزارة عمل، لوزارة زراعة، وفي موظفين كثير ومن نعمل عليهم تحليلات. فأول شيء بدنا نقرأ الداتا من داخل الملفات. كثير بجوز شافوا زملائكو أو شفتوا زملائكو بيقرأوا داتا، فكيف بنقرأ داتا من ملف؟ زي ما كنا نقرأ من أيام المية وهداعش، من نأسس أوبجكت، والأوبجكت هذا يروح يقرأ لنا الداتا سواء كانت أوفلاين أو أونلاين. الآن بهذا الأمر إحنا قرأنا الداتا أونلاين. كيف يعني أونلاين؟ يعني إحنا قرأناها حقيقة من الداتا بيز الموجودة عندهم بالموقع هذاك. يعني لو تغيرت الآن رتبة واحد أو ترمج واحد أو نقص واحد أو زاد واحد، راح نلاقي لايف داتا، لأن إحنا قاعدين نقرأ من الرابط من الداتا بيز الحقيقية. وكأنك أنت موظف بدك تقرأ الداتا الحقيقية للعملاء بالبنك أو للموظفين بالقبول والتسجيل أو للطلاب اللي بالجامعة. فأنت ربطت مع هاي الأوبجكت، هذا مربوط حقيقة مع الأونلاين. الآن لو قلت له print df راح يطبع لك الداتا as it is، راح يطبعها، لاحظ راح يطبعها كامل as it is. بس احنا بنمشيها as it is. بالمحاضرة القادمة راح أظن بقول لك في ثلاث نقاط، يعني الداتا طويلة بتكمل من هون لتحت تكملها. جبت لك أول عشرة وآخر عشرة وبتكمل، ترى هن ست أعمدة وثمان وسبعين روز، وهي بلش بيهم صفر رقمهم لوحده، واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة إلى سبعة وسبعين، فهن 78 ريكورد، 78 سجل، كل سجل بسطر ببين الرتبة وغيرها. الآن لو حكيت له df.head، هذا الأمر دوت هيد بين قوسين، أمر الهيد بيقرأ أول خمسة، دوت هيد وعشرة بيقرأ أول عشرة، تيل من الخلف، تيل من الخلف بيقرأ آخر عشرة، أو تيل وثلاث بيقرأ آخر ثلاث. فهي أوامر بدك تكون أنت تعرفها، هي أوامر CSV فايل. ممكن تتعامل المرة الجاية، رح نتعامل مع ملف إكسل، أنا رح أجهز لكم إياه في علامات، خلينا نقول تحاكي الواقع لعلامات الطلاب. ممكن تقرأ read statistics، read SAS، read HDF، فهي كل أنواع الملفات اللي أنت ممكن تقرأها. ورح تلاحظ أنه في أوامر وفنكشنات لقراءة ملفات كثيرة. هاي مثلا هون اكسل شيت، خلينا نشتغل على الاكسل شيت شوي لانه احنا اكثر معلوماتنا بالاكسل شيت. كوبي، وهاي هون من ناخذ الامر، هاي الامر احنا حطيناه باكثر من سطر. اقرا لنا اكسل شيت اسمه مثلا ماي فايل، او خلينا نحكي هو CS 210 سكشن 3، هذا ملف الإكسل شيت. هاي كوبي،
ابدا اعمل ملف اكسل شيت، وهاي في شيت 1، لاحظ في شيت 1 الاكسل شيت، في شيت 1 هاي في الورقه الاولى. طيب من نخزنه على الديسكتوب هذا بجانب، بده يكون بنفس الفولدر، او اذا انه فولدر ثاني بدك توجيهه سي اس 210 سكشن 3. هون بدنا نكتب النيم، هون بدنا نكتب العلامه الميد، وهون بدنا الفاينل، وهون بدنا التوتال. التوتال من نتركه فارغ. خلينا نيجي مثلا هون الرباعي، الرباعي لنفرض اسمه هيك بنكتب بالعلامة الأولى مثلا جاب من 50 مثلا 45، بالعلامة الثانية مثلا جاب 48. الآن التوتال ما بدنا نحسبه، بدنا نحسبه خارجا، أنه بتم حسبته خارج من خلال فانكشن. مثلا سامي علامته 35 و35، خلينا نحط واحد راسب مثلا جون، وهنا علامته مثلا 12 و10. شو ظل مثلا نحط فاطمة، في فاطمة عندنا مش عمال، ما فيش مش متذكر انه في فاطمة، مثلا علامتها 40 و45. سيف. الآن الملف موجود عندنا بجانب البرنامج بنفس الفولدر، هاي ننظف الكونسول. هذا أنا بقول له ترى روح افتح لي ملف الإكسل هذا، اقرأ لي منه، لأنه الإكسل في أكثر من شيت، أكثر من ورقة، اقرأ لي الورقة الأولى، جيب لي الإندكس وجيب لي القيم اللي صفر وران. طبعا بحكي لي إنه في مشكلة بالاتصال، بدنا نتأكد شو هي المشكلة بالاتصال. خلينا ناخذ الأمر مرة ثانية as it is. لا موجود، صحيح ظل عندنا الprint، عفوا